النظام الشعب يريد إسقاط النظام الشعب يريد إسقاط النظام الشعب يريد إسقاط النظام الشعب يا من دس بيت حزب البعث بعد تقريبا ما يقارب الأربع سنوات تعود أهالي التمانعه بعد توقيع الهدنه. طبعا بلد منكوب بكل المعايير، 1000 برميل متفجر، آلاف الصواريخ، القذائف، تعود من جديد بلدة التمانعه تنهض من جديد بمظاهرات السلميه لتقول لا بقاء لبشار الأسد رغم كل هذا الدمار، ومعبرين عن صدق ما قمنا به بالثوره. كلنا شركاء في بناء الوطن. إسقاط النظام الشعب يريد إسقاط النظام الشعب يريد إسقاط النظام الشعب يريد إسقاط النظام الشعب